السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله أول محاضرة واللي هنتكلم في مادة الكومبايلر، وعندنا أول محاضرة كده انتروداكشن بسيطة. أكيد معظمنا بيسمع عن الكومبايلر، وده اللي بيبدأ يحول الهاي ليفل لانجويج زي مثلا السي أو السي بلس بلس، طبعا بيبدأ يحولها للإيه؟ للغة الماشين، وإحنا عارفين لغة الماشين اللي هي بتكون زيرو وواحد، تمام؟ طبعا الكمبيوتر بتاعنا بيفهم اللغة دي، طيب، ولكن احنا كبروجرامر، تمام، لما بنيجي نكتب بنكتب بأي لغة برمجة، فبنكتب هاي ليفل لانجويج، تمام؟ طب ازاي احوله من هاي ليفل لانجويج للو ليفل لانجويج؟ ده عن طريق الايه؟ الكومبايلر، تمام؟ ان شاء الله هيكون يعني هتكون دورة بسيطة جدا وسهلة، وهنعرف فيها ايه يعني ايه كومبايلر، تمام؟ اللي احنا هنبدا نتكلم عنه ان شاء الله في الانترودكشن او المقدمه البسيطه دي، هنعرف يعني ايه كومبايلر، ليه احنا اصلا ندرس الكومبايلر، طيب ايه الاستراكشر بتاع الكومبايلر، وايه ادوات الكومبايلر، وازاي الكومبايلر اصلا بيتم، والكلام ده كله ايه ان شاء الله. طبعا اللي انت لازم تبقى عارفه في نهايه الاسبوع ده، او بعد ما تفهم او تسمع المحاضره دي، ان انت تبقى قادر ان انت تفهم كونسبت او فكره الكومبايلر نفسها، الاستراكشر بتاع الكومبايلر، الستيج بتاع الكومبايلر، الخطوات الكومبايلر بتعمل ايه، او خطوات الكومبايليشن بتحصل ازاي. ده طبعا الريكواير ريدنج والريكومندد، تمام. الريكواير انت المفروض ان انت تقرا في الشابتر ده، تمام، وده اللينك ده على فكره يعني ايه هو افيلبل او فري، يعني لو خدت اللينك ده كوبي وحطيته على البراوزر بتاعك هيفتح لك الايه الكتاب، وده ريكومندد ايه يعني مرشح ان انت تقراه. خلينا نبدا على طول في موضوعنا. What is a compiler؟ يعني ايه كومبايلر؟ الكومبايلر ده هو برنامج عادي، تمام، بيعمل ترانسليت او يحول او يترجم الهاي ليفل لانجويج، والهاي ليفل لانجويج يا شباب اللي هي لغة المبرمجين بتاعتنا احنا، الهاي ليفل لانجويج اللي هي السي والسي شارب والجافا وكده، لايه؟ للماشين لانجويج او اللو ليفل لانجويج، تمام، اللي هي الماشين لانجويج. الماشين لانجويج دي ممكن تكون الاسمبلي او الايه الزيروز والوانز، تمام. تعال نشوف كده الدايجرام او الرسمه اللي هي مش واضحه دي، مش عارف هي مش واضحه كده ليه، بس يعني ايه، البس نظاره بتاعت القراءه بتاعتك ويلا نشوفها. بيقول لك because a computer can't understand the source code، لان الكمبيوتر ما بيقدرش نفهم السورس كود. طبعا ايه هو السورس كود؟ السورس كود ده زي ما اتفقنا اللي هو مكتوب بلغه البرمجه السي، خلينا يعني نقول لغه البرمجه سي يعني ايه كديفولت كده، ولكن انا هنا لما بتكلم عن سي بقول اي لغه برمجه عاديه، تمام، ما يقدرش يقراها دايركتلي، تمام. طيب ليه هو ما يقدرش؟ هو طبعا مش هيقدر يقراها، لان هو عايز اوبجكت ليفل كود او اللي هو الماشين كود او الاسمبل لانجويج. طيب هو مش بيعرف يقراها ليه؟ لان هي ريدبل للبني ادمين، بس لينا احنا كبشر، لينا احنا كانسان. طب عشان نعمل الموضوع ده جبنا عمنا الكومبايلر، قلنا له بص انت هتقف هنا كده، تمام، تاخد الهاي ليفل لانجوج السي، تمام، او السي بلس بلس، تحولها لايه؟ للكمبيوتر بتاعنا عشان يفهم، اللي هو هيحولها مثلا زيروز وانز، او هيحولها مثلا ايه للاسمبل لانجوج او الاوبجكت كود، تمام. ده كده ايه، ده باختصار اللي بيعمله ايه الكومبايلر بتاعنا. طيب تعالى اقرا الديفينيشن ده او التعريفات دي كده. بيقول لك ان زي ما انا لسه قايل لك ان طبعا الكومبايلر هو بيبدا يحول الهاي ليفل لانجوج بتاعتنا، تمام، اللي هي زي السي مثلا، يبدا يحولها لايه؟ للنيتيف اسمبلي لانجوج، يعملها للاسمبلي لانجوج اللي ايه اللي مش طبعا الاسمبلي لانجوج دي بتكون ايه؟ بتكون بقى اللي هي خالص يعني تحت خالص بقى، يعني لو ليفل لانجوج خالص، اللي هو بقى بيكون كلها عباره عن ايه؟ عن انستراكشن. طبعا لو حد درس كمبيوتر اورجانيزيشن او كمبيوتر اركتكتشر اكيد يعني تبقى عارف ايه هو الريجستر وكده، فيبدا يحولها ايه؟ لمجموعه او سيت اوف ريجستر عشان يبدا يرنها. مين يرنها؟ ايه؟ السي بي يو. طبعا كل لانجوج او كل لغه برمجه يعني ليها ايه؟ ليها كومبايلر خاص بقى، السي بلس بلس والجافا والسي شارب او اي لغه برمجه ايه؟ طبعا يعني. طبعا برضو في مثال شبيه لكده، وهو حته ان انت تكتب مثلا في الترديشنال كومبايلر مثلا حاجه زي لو انت بتكتب تايب سيتنج مثلا اللي هي التكست، تمام، بنبدا نحولها مثلا من مينيو سكريبت لبوست سكريبت دوكمنت، تمام. يعني هي فكره الكومبايليشن دي
فكرة عامة يعني، تمام؟ طب ليه احنا بقى ندرس الكومبايلر؟ يعني انا كطالب كمبيوتر ساينس مثلا ليه ادرس كومبايلر؟ او انا مثلا كطالب مثلا علوم حاسب او في يعني ليه في مجال التك او مجال التكنولوجيا ليه ادرس الكومبايلر؟ بيقول لك انت لو فهمت الكومبايلر ده ديبلي بعمق بقى، تمام؟ فهمت ازاي اصلا بنبدا الكومبايلر يعمل ترانسليت او يبدا يحول من الكود بتاعك انت او من البرنامج بتاعك انت اللي انت كاتبه لسه باي لغه من لغات البرمجه اللي ذكرناهم او اي لغه برمجه عموما، وفهمت ازاي بيتحول، انت هتبقى قادر وهتبقى اوير وهتبقى واعي قوي بحته ان انت وانت بتكتب كود تكتب كود كويس جدا، تبدا تعمل له ديباج مثلا، تبدا تتلاشى او تتخطى ان انت تكتب ايرور مثلا او تعمل حاجه فيها ايرور، تمام؟ كمان انت هتبقى قادر ان انت تعمل ديباجر، تمام؟ تعمل تول او تعمل اداه ان انت تعمل فيها تعمل بيها ديباج او تعمل بيها ترانسليشن، تبدا تعمل اصلا كومبايلر، تبدا تعمل اصلا لغه برمجه. طبعا انت تقدر تعمل الكلام ده كله، فعشان كده انت بتبدا تدرس. ولكن برضو الاهم حاجه فيها ان انت بتبقى فاهم عمليه الكومبايليشن دي بتتم ازاي، وبتبقى قادر بقى ان انت تتلاشى الاخطاء مثلا اللي هي هتبوظ البرنامج بتاعه كده، تمام؟ طب الاستراكشر بتاعه الصراحه الصوره او السلايد ده مش واضح، فانا جبته لكم ايه هنا، طبعا دي مش موجوده في السلايد الحقيقي يعني، ولكن هنا يعني انا جبتها بطريقه. طيب الفيزس او خطوات ان انا اعمل عمليه الكومبايليشن، طبعا الخطوات دي هنقولها بالتفصيل في الشابتر ده، وهنقولها بالتفصيل برضو في اللي جاي يعني ان شاء الله هناخدها بالتفصيل، ولكن ايه خلينا نقولهم واحده واحده. اول حاجه عندنا بيدخل كاركتر ستريم، او اللي هو مثلا اللغه زي ما انت كاتبه مثلا اكس بتيكوال 10، ده كاركتر ستريم. بنبدا ياخد الليكسيكال انالايزر او السكانر يبدا يحوله ايه للتوكن، يبدا يحوله كذا توكن، تمام؟ يجي بعد كده السينتاكس انالايزر بيعمل ايه، بيبدا يحوله للسينتاكس تري، ونفس الكلام في السيمانتيك انالايزر بيحوله برضو للسينتاكس تري. طب هتقول لي ايه الفرق بينهم يا باشمهندس لما الاثنين بيطلعوا نفس الاوت؟ لا هقول لك، بص ده بيتشيك حاجه وده بيتشيك حاجه، واحد مثلا بيتشيك اللوجيكال، واحد مثلا ايه بيتشيك الايه الجرامر، وهنعرف يعني ايه جرامر برضو دلوقتي، مش الجرامر اللي هو بتاعنا احنا في اللغات وكده، الجرامر كل لانجوج طبعا في البروجرامنج لانجوج ليها جرامر زيها زي اللغات الطبيعيه او الهيومن لانجوج، تمام؟ بعد كده بيخش على الانترميديت كود جنريتور، وده بيبدا يحوله انترميديت ريبريزنتيشن كده يعني ريبريزنتيشن او حاجه كده بسيطه يعني. بعد كده بنخش على الاوبتمايزر، وهنعرف ان احنا بيكون عندنا كذا اوبتمايزر. الاوبتمايزر ده او كلمه اوبتمايزيشن احنا عارفين طبعا ان كلمه اوبتمايزيشن اللي هي كلمه تحسين وكده، فانا طبعا ببدا مثلا اشيل، لو انا مثلا عايز اقول ادي الاي مثلا بتساوي 10 وادي مثلا البي بتساوي 5، تمام؟ وانا مثلا عايز اجمع فعايز اجمعهم مثلا، فمش عارف بقول ايه الاكس بتساوي 0 وبعد كده الاكس بتساوي x زائد a وبعد كده ال x بتساوي x زائد b. طب ما انا ممكن اشيل الخطوات دي كلها واختصرها، انا اقول ايه يعني اختصر الثلاث خطوات دول في خطوه واحده وهي ال x بتساوي a زائد b، ده الاوبتمايزيشن. فهو كده اختصر خطوات، قلل الكود عندي، فخلى الكود بقى سريع، خلى الكود بقى قليل، وهكذا. اخر حاجه عندنا وهي ايه، ان احنا نبدا نطلعه للايه للتارجت ماشين كود. طبعا برضو زي ما قلت لكم هنعرف الحاجات دي ايه بالتفصيل في خلال الكورس يعني ان شاء الله. طيب خلينا برضو نبدا نشوف ايه هو الاستراكشر اوف الكومبايلر. في حاجه عندنا اسمها السيمبل تيبل مانجمنت، ده باختصار كده عباره عن تيبل او داتا استراكشر بتحتوي على ريكوردز او تسجيلات مثلا لكل فاريبل نيم، ابدا احط فيه النيم بتاعه، التايب، السكوب بتاعه، هو متشاف فين في الكود، مين اللي يقدر ياكسسه ومين اللي ما يقدرش ياكسسه، مثلا الفانكشن اسم الفانكشن، التايب بتاعها، الريتيرن، عدد الارجمنت بتاعتها، مش عارف ايه الكلام ده كله، تمام؟ وطبعا لازم يكون مصمم بطريقه ما كده تبدا تسمح للكومبايلر ان هو يبدا يلاقي التسجيلات او الريكوردات بتاعه الفانكشن والفاريبل والحاجات دي بسرعه جدا، سواء مثلا ان هو هيستور حاجه، يخزن حاجه، او يتريف حاجه، او هيريتريف حاجه، او يعني هيرجع حاجه وكده. طيب باختصار كده السلايد الكبير الطويل العريض ده كده ايه معناه ايه؟ عندنا في الكومبايلر حاجه اسمها فرونت اند وي باك
اند. طيب الفرونت اند والباك اند، عمليه الفرونت اند متخصصه في حاجه وعمليه الباك اند متخصصه في حاجه. تعال نشوف كده على المثال ده. الفرونت اند بتاعك الثلاثه دول، وزي ما احنا شفنا الثلاثة دول كلهم واحدة مش عارف بتمسكهم تقسمهم لتوكن، واحدة تبدأ تشوف لو في مثلا خطأ في الكتابة الإملائية، لو في خطأ في اللوجيك بتاعهم. مثلا ما ينفعش أقول جذر صفر، سوري ما ينفعش مثلا أقول جذر سالب، ما ينفعش مثلا أقول اللهم صل على النبي، مثلا ما ينفعش أقسم على صفر، ما ينفعش أجمع مثلا، ما ينفعش أقسم مثلا خمسة على سترينج وهكذا. فده في واحدة بتتحكم، في واحدة بتتأكد أو بتتحكم أو بتظبط حتة السينتاكس مثلا أو الرولز، وحاجة مثلا بتشيك اللوجيك وكده أو التايب تشيكنج وكده. طيب دول بقى، دول كده إيه أزا فرونت، ودول كده أزا باك إند. طب الباك إند بيعمل إيه بقى؟ عملية أوبتمايزيشن بقى وحاجات كده إيه مش متشافة. طبعا ده باختصار كل اللي إيه كل اللي بيتقال في الإيه في السلايد ده. تمام. طيب عندنا بقى الكومبايلر نفسه او عمليه الكومبايليشن، هي يعتبر واحده من مكونات عديده جدا، لان انت البرنامج بتاعك عشان تاخده من هاي ليفل لانجويج تمام وتبدا تحوله للو ليفل لانجويج، فبيمر بمراحل كتير جدا. يعني منهم مثلا مرحله البري بروسيسور، الكومبايلر. الكومبايلر ده بقى واحده من ضمن الادوات او من ضمن التولز بتاعه الايه، ان انا ابدا احول ايه، ان انا احول برنامج عندي من هاي ليفل لانجويج للو ليفل لانجويج او اللي هو ايه اكسكيوتابل ايه كود. بعد كده عندنا في حاجه اسمها السمبلر، وفي الستاتيك لينكر، في اللينكر عموما، في ستاتيك ودايناميك لينكر. طب تعالى كده نعرفهم واحده واحده. اول حاجه البري بروسيسور. البري بروسيسور ده بيعمل ايه؟ لو حد فيكم كتب سي تمام، او كتب مثلا سي بلس بلس وكده، هتلاقي مثلا ايه ان انت عندك في حاجه اسمها هاش انكلود، هاش ديفاين. لو حد مثلا اشتغل بحاجه زي البايثون، في حاجه اسمها امبورت، مع ان البايثون ايه مش شغاله اصلا كومبايلر، هي شغاله انتربريتر. ولكن مثلا حاجه زي السي شارب برضو في حاجه عندها اسمها امبورت، او هنا الانكلود. ده بيعمل ايه؟ الراجل ده بيروح رايح لللايبراري اللي بعد هاش انكلود، يروح جايبها ويضمها ايه مع الفايل اللي بعد الديفاين، يجيبها ويروح مظبطها ويضمها مع الفايل بتاعي. كده الفايل بتاعي مثلا اصبح بقى فيه الكود اللي انا كاتبه والكود اللي ايه اللي جاي لي من بره كمان. يخش على الكومبايلر، يبدا الكومبايلر ايه يقعد بقى يظبط فيه شويه حاجات، يشوف بقى ايه التايب تشيكنج مثلا، ويشوف بقى حته ايه حته الجرامر اهو التايب تشيكنج مثلا، وحته مثلا السيمانتيك مثلا روتين، هنعرف برده الكلام ده كله دلوقتي، ويشوف الجرامر بتاعه مكتوب صح ولا لا وكده. خلاص خلصنا الكومبايلر. طبعا الكومبايلر ده اللي هو اصلا ايه المين اي دي او الكونسبت الاساسيه اللي هنتكلم عنها في الايه في الكورس بتاعنا. بعد كده الاسمبلي، الاسمبلي لانجويج او الاسمبلر. الاسمبلر بيبدا ياخد طبعا واحد بيسلم واحد، هم ماشيين كده، انا خدت اصلا خدته من المبرمج تمام، ورحت موديه للايه للبري بروسيسور. البري بروسيسور عمل الشغلانه بتاعته وراح مسلمه لايه للكومبايلر. الكومبايلر راح عمل خلص شغلانته وراح مسلمه لمين؟ للاسمبلر. الاسمبلي ده اصلا بيعمل ايه؟ بيبدا طبعا هو اصلا الاسمبلي بيكون اصلا هو يعتبر اكسكيوتبل كود تمام. هو طبعا بياخده من اللي هو طبعا زي ما الكومبايلر بيديه له، ياخده ايه يحوله لايه للاسمبلي كود وايه والاوبجكت ايه كود. طبعا هنبقى عارفين ان انا اصلا وهو كود معايا في الاسمبلي اقدر ارنه، بس عندي شويه مشاكل، عندي شويه مشاكل في الميموري، مش عارف مين بيودي فين ومين بيروح فين. يعني انا عندي مثلا مش عارف مثلا الادريسز بتاعتي في الميموري، عندي شويه اخطاء كده في الميموري، فبيروح عامل اللينكر ده ايه بيروح واخد منه كود يقول له هاته مالكش دعوه بالميموري، انا هظبط لك ايه حته الميموري دي. يروح اللينكر واخده بقى ايه يظبط بقى، يحط مثلا اي ادرس مثلا مش موجود، يظبط حته الانفورميشن وكده، سوري يظبط حته الايه الميموري وكده. بعد ما ظبط الميموري خلاصك هو كده جاهز ان هو يرن على ايه، يرن على السي بي يو. تمام تمام قوي كده. طب كده احنا عرفنا الايه ان الكومبايلر واحد من ضمن الحاجات دي. طيب عمليه بقى الكومبايليشن بتتم ازاي؟ برضو احنا لسه قايلين هنا قلت لك دول، بس عايزين نفهم دول خطوه خطوه، وناخد عليهم مثال على الاقل يا سيدي علشان نفهم يعني. طب اقول لك تعالى نشوفهم واحده واحده وناخد مثال. اول حاجه تمام
عندنا السكانر او اللي هو اول واحد الليكسيكال انالايزر، ده بياخد ايه؟ كل اللي بياخده بياخد منك انت كمبرمج الكود، يمسكه يقسمه لتوكن، ده كل اللي هو بيعمله، بياخده يقسمهم ايه، يحولهم لتوكن بس، ملوش دعوه باي حاجه تاني بقى، تمام؟ هو ملوش دعوه باي حاجه تاني. بعد كده البارسر او اللي هو السينتاكس انالايزر بيبدا ياخده ويتشيك الجرامر، وهنعرف دلوقتي يعني ايه جرامر، تمام؟ يبدا يشوف الجرامر بتاعه صحيح ولا مش صحيح، خلصوا طبعا. هو هنا بيقول لك جراميكال ايه استراكشر، يحوله الاي اس تي او اللي هي الابستراكت سينتاكس تري، تمام؟ خلصوا نروح ايه، نازلين على الايه السيمانتيك. طبعا احنا كده قلنا السكانر وبعد كده البارسر، بعد كده نخش على السيمانتيك روتين او السيمانتيك ايه انالايزر. ده بيبدا يشوفه، بس هنا بقى ده بيعمل ايه، ده بيشوف بقى حته اللوجيك زي ما قلت لك. اولا انا بيشوف الجرامر، ده بيشوف الايه اللوجيك، زي ما طبعا كنت لو سمعت قبل كده كنا بناخد في الانترو بتاعه الكمبيوتر ساينس، طبعا اعتقد اي كليه حوسبه او اي كليه حاسبات يعني في بدايه كده، في بدايه الكليه بياخدوا ايه، كنت انا فاكر يعني ان انا في ليفل 1 عندي في الكليه كنا خدنا حاجه اسمها انترودكشن تو كمبيوتر ساينس، تمام؟ كان كل الايه كان كل يعني بياخدها كل الاقسام وكده، كنا دايما يعني كان الدكتور بقى يقعد يقول لنا في حاجه اسمها لوجيك ايرور، في حاجه اسمها سيمانتيك ايرور وهكذا. طبعا عندنا هنا ايه حته السيمانتيك بقى، بيبدا ايه يتشيك. انا بقول لك لو انا عايز ابدا احدد اكس بلس 10 هي الناتج بتاعها فلوت، اعرف ده ازاي؟ قال لك لازم ارجع بقى، تمام، للديفينيشن اللي انت كنت عاملها فوق في الكود او الديكلاريشن اللي انت عاملها في الكود، وابدا شوف هل الاكس ده هو فلوت، لو فلوت هيبقى غير كده لا مش هتطلع لي فلوت. وبعدين طبعا ما بيعمل بقى ايه حته اللوجيك بتاعته ويبدا يشوف الايه يعمل شغلانته يعني، بيبدا يحوله ايه او يبدا يديه مثلا للانترميديت، يعني ايه يحوله لايه للانترميديت ريبريزنتيشن، تمام. بعد كده بقى بيروح للايه، بيروح بقى للاوبتمايزيشن بقى، يقعد يعمل عليه شويه تحسينات وحاجات زي كده. اهو جينا للاوبتمايزيشن، الاوبتمايزيشن بياخده تمام ويبدا يعمل عليه شويه تحسينات. طبعا انا ممكن يكون عندي كذا اوبتمايزر يعني كذا اوبتمايزيشن، بس ايه زي ما قلت لك بيعملوا دايما عليه تحسينات. لما ضربت لك مثال ان انا لو عايز اجمع ايه زائد بي احطهم مثلا مش عارف في اكس او في سي، لا فانا ايه ببدا اختصر، ببدا اشيل الحاجات اللي ملهاش لازمه، تمام، ابدا اعمل شويه تحسينات مثلا عشان اسرع عندي. طب خلصنا الاوبتمايزر، نخش بقى على الايه، على الكود جنريتور، وده ايه اخر مرحله عندي، واللي هو بياخد الاي ار مثلا ايه يحوله مثلا لايه للكود بتاعي اللي هو خلاص بقى هيرن على السي بي يو. دي باختصار خالص كده ايه الستيج او الايه او الخطوات بتاعت ان انا ابدا اعمل الكود كومبايلر كومبايليشن، يعني من اول لما باخده من البروجرامر لحد ما بسلمه للسي بي يو، تمام. ناخد مثال بقى بسيط كده على اللي خدناه، تمام. لو انا دي طبعا مكتوبه بلغه برمجه عاديه خالص، ولنفترض السي مثلا، انا كمبرمج انا اللي كاتبها، الهايت بيساوي الويدث بلس 56 ملتبلاي في الفيكتور اللي هو الفوق، تمام. السكانر او الليكسيكال انالايزر بتاعي بيعمل ايه، بياخده يحوله لايه لتوكن، دي كده اسمها توكن، كل واحده من دول توكن. فراح ماسك كلمه الهايت حطها في ايه في توكن، الايكوال حطها في توكن، الرايت اللي هي اللي هو علامه القوس اليمين دي بدا حطها في ايه في توكن، الاي دي طبعا هنا بقى خد بالك ايه بقى كلمه ويتس دي، تمام، او كلمة هايت دي يعتبر ايه، دي تعتبر تعتبر مش اوبريشن، دي تعتبر عندي يعني بتكون حاجة كده بنحط لها الاي دي بتاعها وبنحط اسمها اي دي والنيم بتاعها، يعتبر فاريبل مثلا. فببدأ احط الاي دي، طبعا كل واحدة ليها اي دي عشان من طبعا عشان ايه من يعني ايه ما نتلخبطش بينهم كده. فخلاصك ايه الراجل ده عمل لي التوكنز بتاعتي، طب تمام كده. نخش على اللي بعده، اللي بعده مين بقى؟ طبعا بيقول لك في نفس الستيج دي او في نفس المرحله دي هي مش مسؤوله عن حته ان انا مثلا يعني هو ملوش دعوه بصح غلط ولا هو كل اللي بيعمله ان هو بيبدا يظبط بس ايه يعني هو ملوش دعوه مثلا ان الويدث كلمه ويدث مثلا خلينا نشوفهم كده. هنا بيقول لك ماليش دعوه يعني انت لو بصيت هنا هتلاقي ان دي فين
دي كده فانكشن، الفو دي فانكشن، والويتس ده فاريبل، لا هو ملوش دعوه، هو بيعرفهم كلهم يحطهم في توكن وملوش دعوه. تبدا بقى المرحله اللي بعد كده، وهي مرحله الايه، مرحله البارسر او السينتاكس انالايزر. الراجل ده طبعا زي ما قلت لك في جرامر لكل لانجوج، جرامر هنا بيقول لك مثلا اهو، خلينا نقرا الجرامر بتاعه كده. بيقول لك الجرامر كل لاين من اللاينز دي بنسميها رول، تمام؟ لو جيت بصيت كده على الرول من واحد لثلاثة، هنلاقي ان هم دول كلهم ايه، كلهم عباره عن اكسبريشن، تمام؟ او عبارات مثلا، او علاقات ايه، اللي هو حاجه زائد حاجه، حاجه بتساوي حاجه، يعني بنستخدم فيهم ايه، بنستخدم فيهم بيكون فيهم اوبريشن، يعني في بيكون في كذا ايه اوبريتورز، مثلا اللي هو البلس، الستارز، الايكوال وكده. رول اربعه، رول اربعه دي بيقول لك بايه، بتديسكرايب الايه، الفانكشن كول. الاي دي باخد الاي دي تمام بتاع وايه، واروح منادي على الفانكشن. الرول خمسه لا، بتوريني الايه، ان انا ازاي استخدم ايه البرانسيز بتاعتي. سته وسبعه دول ايه، بيعرفوا لي انا عايز ايه، اعرف ايدنتيفاير او معرف او حاجه زي كده. طيب البارسر او السينتاكس انالايزر بيبدا ياخد الكود بتاعي بعد ما اتحول ل بعد ما اتحول للتوكن، ويبدا يشوف هل هو يعني بيحترم الرول دي، هل هو فعلا ماشي على الرول دي. لو بيبدا ايه، يحوله لحاجه اسمها ايه، الاي اس تي، تمام، او الابستراكت سينتاكس تري، تمام. لو افترضنا مثلا ان انا عايز اقول مثلا 6 5 زائد 6، فبروح حاطط هنا البلس وهنا الخمسه وهنا ايه الست، ويبدا يحولها لايه، للتي دي بتاعتي، تمام. بعد كده يخش على، طبعا زي ما قلت لك هو بيحولها لاي سي تي. طيب بعد كده السيمنتك، انا السيمنتك روتين او السيمنتك انالايزر بيبدا بقى يشوف ايه، بيبدا يشوف حته يعني بقول لك ذا سيمنتك روتين ترافيرس، بيبدا يحول الاي اس تي، تمام، اند درايف اديشنال meaning by ايه، by relating parts. بيبدا يمسكهم يحولهم ايه، بيبدا زي ما قلت لك يشوف ايه، يشوف التايب تشيكنج، يبدا يتشيك التايب. زي ما قلت لك بيبدا يتشيك التايب تشيكنج ليه، لان انا مثلا زي ما المثال بتاع اللي هو عايز يجمع اكس زائد 10، ويشوف هل ده هو فلوت. طيب هيعرف ده ازاي، هيبدا يشوف التايب تشيكنج، يبدا هل التايب بتاع دي فلوت، لو فلوت غير كده هيطلع لي ايه، سيمانتيك ايرور، تمام. انا عايز اقسم 10 على اكس، عايز اتاكد ان اكس دي رقم، تمام، او اتاكد ان اكس دي رقم مش سترينج، فاروح اعمل تايب تشيكنج. اوكي بعد كده بقى عندنا الجنريت، بعد كده اللي هو الانترميديت كود بقى، بيبدا ياخد الاي اس تي مثلا يحولها لايه، للاي ار او الايه، الانترميديت ريبريزنتيشن، تمام، عشان طبعا ايه يحولها بقى للايه، للاسمبل لانجوج ايه، ونبدا نرنها يعني، تمام. طيب حلو قوي. بعد كده بقى طبعا بعد ما عملنا بقى حوار الانتر الاي دي مثلا الاي ار اللي هو الانترميديت ريبريزنتيشن، بعد ما خلصنا بقى وشلنا بقى كل الحاجات الزياده وكده، طبعا ايه بنبدا ايه اللي هو الفاينالي ايه، نبدا نكونفرته للايه، للاسمبل كود او اللي هو لغه الماشين يعني، تمام. وده كده ايه اكزامبل ايه للاسمبل كود، تمام. تعال نشوف كده الاسمبل كود، طبعا برضو فيها حته الكومنت، بيقول لك مثلا موف كيو مثلا واد كيو مش عارف ايه وكده. موف مثلا بيقول لك ايه، طبعا هعرف الكلام ده كله بعدين يعني، ده ايه ده كده اكزامبل كده، مش عارف مثلا ويتس وي علامه البرسنتج ار اي اكس مثلا لود ويتس انتو ار اكس، بعد كده اد تمام 56، بعد كده علامه البرسنتج ار اكس، بيقول لك اد 56 للايه، للايه، للار اي اكس او الراكس، وهكذا يعني. وبكده يبقى خلصنا المحاضره بتاعتنا، محاضره بسيطه جدا 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 ولذيذه، ولو قراتوا برضو الحاجات اللي هي ريكومندد او الريكوايرد هتقراهم وهتلاقي ان هو بسيط. وما تقلقش انت مش فاهم الاسمبل لانجوج هنتكلم عنها، ما انتش فاهم عمليه البارسنج وعمليه السيمانتيك كل الحاجات دي ان شاء الله هنتكلم عنها، تمام. وبرضو كنت يعني في برضو سلايد كده من كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعه حلوان بالقاهره في مصر يعني، كنت برضو مقدمه زي كده ممكن نبص عليها ونشوف برضو نفس العمليات بتاعه الستيج بتاعه الكومبايلر دي بتتم ازاي،
خلينا برضو نشوفها قبل ما ننهي المحاضرة. طبعا دي المحاضرة تمام، لو برضو حد عايزها يعني ممكن يبعت لي ابعتها له. تمام، نفس المحاضرة يطور برضو من نفس الكتاب اللي الدكاترة شغالين عليه. يعني زي ما قلت لك هنا برضو، هنا ايه، في السورس والفرونت والباك اند. تمام، السورس بقى عشان طلع له تارجت فبيمر بالفرونت وبعد كده الباك اند. زي ما قلت لك السكانر والبارسر والسيمانتيك انالايزر دول كده ايه يعتبر ايه الفرونت، ودول كده يعتبر ايه الباك اند. تمام، نفس برضو الصورة او الـ يعني الدياجرام ده. تمام، برضو نفس الكلام، قاعد برضو يتكلم عليهم واحدة واحدة. بس ايه كل اللي انا عايز ايه، طبعا دوت السيمبل تيبل اهو زي ما قلت لك، بيكون بالطريقة دي. مثلا لو انت مثلا void b1 مثلا بتيكوال ايه انت ايه مثلا زد انت بي، هكذا بقى بيبدأ ايه زي ما قلت لك يشوف السيمبل نفسه والطيب بتاعه السكوب بتاعه، هل هو جلوبال هل هو بس خاص بفانكشن معينة وكده. تمام، طبعا برضو دي حاجة بسيطة كده وجميلة، بيقول لك البروجرامر انت كبروجرامر تمام بتبدأ تطلع السورس كود تمام او سورس سترينج، بعد كده السكانر تمام او اللي هو بيعمل ايه او اللي هو بنسميه الليكسيكال انالايزر بيبدا يطلعه التوكن، وعرفنا التوكن شكلها عامل ازاي. بعد كده البارسر، وده طبعا هنا بيقول لك ايه بيتشيك حته الايه الجرامر. تمام، ده بيتشيك ايه التايب تشيكنج، ده التايب تشيكنج وده الجرامر، لان هما الاثنين بيطلعوا اللي هي التري. تمام، البارس تري. طب لما الاثنين بيعملوا البارس تري، طيب ايه الفرق ما بينهم؟ لا، واحد بيتشيك الجرامر وعرفنا الجرامر عامل ازاي، واحد بيشوف الايه التايب تشيكنج. بعد كده الانترميديت كود جنريتور، وده بيطلع لك 3 ادرس كود هنعرفه برضو، وبعد كده الاوبتمايزر، بعد كده الكود جنريتور، بعد كده الايه الايه اللي هي الايه اخر حاجه اللي هو بيطلع لي الايه الاسامبل كود يعني. وطبعا زي ما قلت لك لما تلاقي اتنين ده اسامبل كود ده اسامبل كود، فده بيعمل حاجه وده ايه وده بيعمل حاجه تانية ايه غيرها. طبعا لو خدنا مثال مثال مثلا هنا، طبعا ده السيمبل تيبل اهو، ولو خدنا مثال مثلا على بوزيشن بي ايكوال انيشال زائد ريت مالتبلاي في 60، الليكسيكال انالايزر عمل ايه؟ بدأ يمسكهم ايه؟ خلى الاي دي 1 تمام؟ بعد كده اي دي 2، بعد كده اي دي 3، وايه؟ وبدأ يحطهم بين اقواس. بعد كده السنتكس انالايزر بدأ يعمل المهمه بتاعته وحولها لايه؟ لتري. بعد كده اللي بعده شافها برده ايه وحولها تري. خد بالك بقى هنا ايه؟ شفت بقى هتبدأ توضح لك هنا، قال لك ايه؟ انت تو فلوت، بدأ حولها من انت لفلوت. تمام؟ تمام. بعد كده بقى ايه الانترميديت كود حولها لي زي ما انت شايف. بعد كده الاوبتمايزر، خد بالك زي ما قلت لك شفت هنا الاوبتمايزر خلاهم بدل ما كانوا اربع خطوات خلاهم خطوتين بس. ليه؟ قال لك يا سيدي انا هخلي تي 1 بتساوي اي دي 3 ملتبلاي في 60.0، وبعد كده اي دي 1 دي تي 1 الاي دي 1 بيساوي اي دي 2 تمام بلس التي 1 وهكذا. فاهم ده ايه؟ ده بالنسبه للاوبتمايزر بدا يقلل الكود، قلل حجم الكود فهيبقى سريع في الرن. بعد كده الكود جنريتور بقى حولها لايه؟ للاسمبل. ايه الاسمبل لانجوج دي باختصار كده ايه يعني عمليه الكومبايليشن او الكومبايليشن ستيج بتاعتنا. الموضوع سهل جدا جدا وبسيط. لو حد عايز السلايد ده يعتبر هو ما فيش فرق كتير بينه وبين يعني السلايد بتاع الجامعه يعني او اللي احنا شغالين عليه، ولكن ده ايه ده السلايد بتاع جامعه حلوان بالقاهره يعني. وبس كده، ما تنسوش لو حد عنده اي سؤال يبعت لي وان شاء الله هرد عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.